هنا عدد من النقاط اللي بتشغل أذهان الكثيرين، لجنة الجماهير وعودة الجماهير، المنافذ، الإنشاءات والجانب الخدمي طبعا اللي بيشمل المنافذ وصندوق العاملين، لائحة النظام الأساسي والتطوير في مجال الإنشاءات. الكلمة وحضرتك. وقفنا إن أهم حاجة في منظومة كرة القدم للنادي الأهلي جماهيره بعد مباراة مونانا والأحداث اللي حصل فيها، اللي هي لغاية مباراة مونانا كان شغل الشاغل لمجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة كابتن محمود الخطيب إن جماهير الأهلي ترجع المدرجات. حدث ما حدث في مباراة مونانا في القاهرة، تلاه على طول الكابتن محمود الخطيب والمجلس تم تشكيل لجنة الجماهير اللي هي أهمها إعادة الجماهير للمباريات بقيادة الأستاذ خالد مرتجي، وأشرف إن أنا معاه في اللجنة أنا والدكتور محمد سراج والدكتور مهند. اللجنة دي عملنا اجتماعات كتيرة وتواصلنا، تم توقيع عقد مع كبرى الشركات المتخصصة في مجال الأمن. الغرض الرئيسي اللي احنا بنعمله تفعيل أكبر لبطاقة الجمهور. احنا عايزين نوصل لمرحلة، والكلام ده واحنا كان في اجتماعنا مع السيد وزير الشباب والرياضة تداولنا نفس المفهوم، عايزين نوصل لما فيش تذكرة ورقية، الديجيتال النظام الرقمي ان هو اللي يطبق في كده. فعمالين قاعدة البيانات اللي هي تمكن جماهير النادي الأهلي في بطاقة الجمهور. الأكثر من كده ان احنا مؤخرا بنبص على مزايا إضافية لبطاقة الجمهور نفسها، ليكون ليها مزايا تسويقية للنادي الأهلي ومزايا أخرى وكده. هيبقى ديجيتال، هيبقى رقمي مستقبلا، حجز التذاكر والجوانب دي هتبقى بالظبط. وبدأنا فعليا في الكلام ده، وبقول لحضرتك ان دي غرضها الرئيسي، رجوع الجماهير بطريقه تضمن سلامه الجمهور وسلامه المنشآت، يعني والحرص على دقه وسهوله التنظيم. احنا حريصين على الدوله وعلى البلد وعلى منشآتنا وعلى ارواح الجمهور، وحريصين وعايزين يعني هنا حضرتك بتاع النادي الاهلي زي ما عودنا انه يبقى الرائد في كل الاتجاهات في الرياضه المصريه والعربيه، هو هيكون صاحب التجربه الرائده في هذا الاتجاه. وعايز اقول لحضرتك الرياضه المصريه كلها محتاجه جمهور النادي الاهلي، محتاجه جمهور النادي الاهلي يرجع يملك جميع مدرجات ده جمهور النادي الاهلي كبير. بيعمل حاله في البلد حتى للمنتخب، حاله جميله، وهو الجمهور اللي بيروح يشجع المنتخب. اكيد اكيد يعني نتمنى ان شاء الله كل الامور دي هترجع ان شاء الله بالتعاون مع كل الاجهزه المسؤوله. الجانب الخدمي، المنافذ وصندوق العاملين، ما الذي الجانب الخدمي حضرتك احنا عندنا الجزء الخاص تم عمل لجنه منافذ، لجنه منافذ موجود فيها برضو معظم اعضاء مجلس الاداره وانا متواجد فيها. اللجنه دي قامت باعاده صياغه اي عقد بينتهي بيعاد صياغته من جديد مع المنافذ اللي احنا مأجرين لها جوه النادي، بحيث مصلحه الاعضاء. في غلاء رهيب موجود، دي لاول مره بتفعل في تاريخ الانديه في مصر. ما كانش في لجنه اسمها مبادره ايضا رائد فيها.